واش واش لا فامي دراري، والله ما عرفت اش طاري انايا يعني. كميه ديال لي ميساج في الانستغرام، شراوت لخونا الياس هو اللي صيفط لي التراك، يلاه كي قطعت مع هذا بالابيل طنجه شيرنا حلاق، فشراوت ليك خويا الياس والدراري صحاب كاع، تحيه ليكم الدراري. تراك سميتو اولا خونا سميتو مور الصوت ما كنعرفوش، تراك سميتو تيتانو ماشي، بقيت كنقلب عليها لقيت سيدي نعم المعلم حرب الجبابره او الحرب العظمى اللي هي اغريقيه في الاساطير الاغريقيه، هي سلسله من الحروب دامت 10 سنوات الى اخره كذا كذا كذا. هاد التيتراج هذا بحال قلتي الايغو، يعني حنا فهمتي الاباطيره يعني بوز فلو مع اخونا مول الصوت. انا ما نبغيش غير يكون هادشي سيرف، انا ما عنديش مشكل انك تكلاشي بوز دابا وتكلاشي من بعد 5 شهور من بعد 6 شهور، ولا تكلاشي اي رابور، ماشي غير بوز. الكلاش هو واحد الحاجه اللي زوينه وكتعجبنا حنايا كمستمعين ديال الراب، ولكن ما يكون سيرف، فهمتي؟ السيرف ما عنديش معاه، ما نبغي السيرف. على بال هادو اللي كيسيرفيو دابا على البلان ديال فاميليا، هاد البلان هذا ما طرمنيش. عييت هما بمناسبه، بالمناسبه فاميليا راه كتسجل تراك، غتكلاشي بوز المعلم، ترى تعطناك ترى سديت سلامة. ولكن مزيان شجعوها والله الدراري. شوف غير تلاح التراك ديال فاميليا، نبغي كلشي يدخل لايك كومونتير شير، طلعوا التراك. علاش ممكن فاميليا تولي هي راب فيمينيست؟ كاع كاع لي راب فيمينيست اللي داروا الراب يعني الزكريشات في الاستوديو هاتي بوز قبيع، كلك زعما يعطيك المرادف ديالها. والله الا قال لهم كاع لي فيمينيست اللي داروا الراب في المغرب الزكريشات في الاستوديو راه القواله. فنسمعوا الدراري البلان كيفاش داير صاحبي. تقلبش في السفيسه ما تلبش علينا قينه، ما تنساش فين كلشي كاع يا صاحبي كوراج. خونا مول الصوت، عطينا الصوت اخي نسمعو. لي زانسترومونطال هادو كيدورو غير في الاطلس، ما عرفتش الدري هذا تاهو واش من الاطلس ولا منين، وكاتبها بوز فلو ديستراك يعني موضحها يعني صافي، ماشي عاد تكتشفوها نتوما، لا انا كاتبها لك في التيتر باش تعرفها من الاخر. يا جبت الحساب لي من شحال مكمش فوراقي، مرحبا بك في اخر حلقة ديال تيتانو ماكي، كيما سيطامة باقي قاد نطاكي وناطاكي، نقال قلاوي وانت زفر من ريح تخين طاكي. نايس بصراحة، نايس كتابة ديال قجمة وديال جانتي وديال قاع الدراري اللي كيدورو في الاطلس. جبت الحساب لي من شحال مكمش فوراقي، مرحبا بك في اخر حلقه ديال تيتانو ماكي، كيما سيطامه باقي قاد نطاكي وناطاكي، نقال قلاوي وانت زفر من ريح تخين طاكي. باش عرفتيه زفر؟ كيفاش عرفتيه زفر؟ ريحتي معاه جلستي معاه عشيرو شي لعيبه بحال هكا؟ خلونا في لي كومونتير دراري، خونا ما كنعرفوش انايا، ولكن راه قال ليه تنقى فهمتي مع مول القميجة خلا إلياس المالكي قميجة كاروات هو عرفش واش فيها ريحة العرق، المهم راه دوف كاينة الدراري بنادم يتنقى وصافي. قليتي كلشي ودزتي تا الاولاد، عينك غا في الاطس بلا ما تقول كنرابي على البلاد، نورمال تبغاو نورمال تزيد دوك تا انت الوتاد، صبرها جواد ما حد وراكش ومهورك عباد. واشنو ندخل معاك تانا للمحاريم، ولاد الكريشه فاس اللي راه سميتها كتبدا بالميم. خونا هذا انا حقرته والله الا فهمت، ما قالك العود اللي تحقرو يخول لك عينك، والله الا حقرته خونا باسل، هذا باسل الدراري بيع البلاد، نورمال تبغاو نورمال تزيد دوك تانتا الوتاد، صبرها جواد ما حد وراك جمهورك عباد. ولا ما حد وراك جمهورك عباد، لانه كاينين بعض الناس فهمتي ما بقاوش كيتقبلوا داك الكلاش ديال شي رابور البوز، اي كلاش طلع كتلقى في لي كومونتير عيان ما كون اخريتي وما لا الدراري راه ما يمكن لكمش بقاو كتقولوا بحال هكا، راه اوكي كيعجبنا بوز كانت مزكو البوز كيمزكنا بوز، ولكن راه لا راه ما يمكنش، ما غاديش يبقى غير بوز اللي كاين، راه كاينين كل واحد والستايل ديالو، راه خاصك تسمع وتمزك يعني ماشي بحال هكا فهمتي. انا كنحقر بعض العناصر كنعرفهم الريشه عندهم عيانه اوكي مأيدك في هذه اللعبه، ولكن لا كاينين دراري بحال دابا خونا هذا راه داخل مزيان، غنعاود نطراك من الاول كاع نعاود نسمعوا له راحتي اخويا، خونا مقود يا. جبت
الحساب لي من شحال مكمش فوراقي. مرحبا بك في آخر حلقة ديال تايطان وماكي. كيما سيطامة باقي قاد نطاكي وناطاكي نقال قلاوي وانت زفر من ريح تخين طاكي. كما قلت لكم خاصو يمشي يدوش. كليتي كلشي ودستي تا الاولاد عينك غا في الاطس بلا ما تقول كنرابي على البلاد. نورمال تبغاو نورمال تزيد دوك تا الوتاد صبرها جواد ما حد وراكش ومهورك عباد. نورمال تغاو نورمال تزيد دوك تا انت الوتاد يعني دوك الوتاد في الراب المغربي فهمتي. نورمال تغام ممكن النورمال تغا التصريف ديالها هي انه المورفين غابر هذه هي التصريف ديال اللي انا فهمت. واشنو ندخل معاك تا انا للمحاريم ولاد الكريشه فاس اللي راه سميتها كتبدا بالميم. شكون هاد مولات الكريشه؟ ولكن واش هذا تا هو نصنفوه يعني ندخل معاك تا انا للمحاريم؟ المحاريم راه المحاريم راه هي شي حاجه كتخص العائله يعني واحد بصاحب مع اختو ولا شي هادو هما المحاريم. اما الا كانت وحده تعرف عليها وعمل معاها كريشه فاس فاش كنت كيقرا في لافاك وعاش قصه حب وكذا وهادي فداكشي ما كيتسماش محارم. داكشي كيبقى داكشي كيخصو شخصي. كملوا باش غادي تجاوب وانت عارف اخبارك واصلني غادي رود الميكا ويلا سولوك غصبق الميم. تحتي في صحيب الدعوه اللي باطاك كون بطل وخطي عليك ليغو تريب مني دير كونتراتاك. عقنا بالخطه انت كتبي في غير اللي معاه لاطارت وداك اللي نوامرو ناقصه واخا جديد كتسمك هالبطار. هادي طرات انه مثلا تراكات عند اللوفي مقودين اللي سمعهم مثلا بوس وتاكد من المساله بلا سمعهم وما جاوبش عليهم دار عين ميكا فهمتي. نوامر اوكي من حقه واحد الناحيه من حقه حاجه الراب المغربي راه جميله راه ما خصنيش يشدك دابا على الاقل بوس راه باقي ما خصهاش يدو توا بام دي ولكن راه جميله خويا القشيل جميله خصه يدك من الاخر. غبوي لوف بوزو قادي غراضي نصوفي لونتوراج والحمد لله الوالد راه راضي. بوي لوف بوز هاد اللعيبه اللي سمعتها في التراكات ديال بوز اللي فات شي تراك منهم واحد من هاد الثلاثه سمعت هاد بوي لوف بوز واش هنا راه دق على هاد خونا هذا ممكن. غراضي نصوفي لونتوراج والحمد لله الوالد راه راضي. خليني ساكت بلا ما نجبدو ليك التفاصيل واش ديجا راضي عليك باك الشيخ دريسا سراضي الكاتروي باك الشيخ دريسا سرادي. الدراري ولاد المنطقة ديال بوز حنا خوينا البلاد شحال هادي. خويا واش با سميتو دريس؟ دراري قولوا لي في لي كومونتير واش با ديال بوز سميتو دريس. الا كانت المعلومة صحيحة اذا هذا راه كيعرف. عوينا كاع منا نسقو اول صوت دوا في الاطلس اجي فيها غلصقو. تحمستي يا جواد ما احترمتي حتى اللي سبقو ما قلتي حتى اللي عاد بدا وديتي حتى العروة رزقو. ويه عروة خويا والله ما داخل انا بزاف هكا في الراب ديال الاطلس ما كنعرفش الدراري ولكن كنعرف عروه كنعرف شانتي. عروه دريري واعر صراحه وقال لي ديتي حتى لعروه رزقه ناري بلا لا تشكل قلتي حتى اللي عاد بدا وديتي حتى لعروه رزقه. ويه دوسي ايطاليا البيطالي كترا ليك تا بغيتي تشم الريحه اللي تحت بيطاني. هاك سمع لا باقا شي ودان شيطاليك الفلاح مات في بيف غير يجيبو خبارو حتى اللي في ليطالي. فلاح مات بيف انا بيف في البيفات الفلاح لحد الساعة راه طغى راه هو اللي طاغي راه هو اللي كاين حاليا فين مات ما باقي ما مات ما هو المعلم وما كندافعش عليه كنوصل لك الصورة اللي عارفينها كاع المغاربة كندافع عليه ما والو نهار يجي شي واحد يحردو انت راك كاين الدري هذا كاين ولكن ماشي بهذا التكنيك ديال اولد سكول غادي تبيك اب الفلاح. فلاح راه خاصك تعطي شي حاجة اللي قاصحة باش يجاوبك. اوبر لا ريفولا لا رطا لا كيتامين طحتي في واحد كتا فوق صاح وغاب القص والفيتامين. ني غادي تشدني دابا السي القاري موصو تا واحد كاع ما كاين عندو تاقارين. زندا العافيه اللي شعلت فيك غادي تبات تفكر كي غدير باش تجاوبني باش شوف الا كان مثلا هاد خونا داخل بيف و وجاوبو بوز انا بوز شكون غيجاوبو شكون غيخلي واش يجاوب بالجزائر ولا يجاوب المغرب ولا اش غيجاوب. فا خونا الكتابة ديالو بصراحة بلا نفاق بلا والو با مال هاد اللعبة هادا طلعنا في راسنا باش نكونو صريحين. جبدلو باساجات اللي عجبوني ديال هكا قريب عائلة كدا بلا ناس ولكن هاد اللعبة هادا ديال الاولد سكول وكدا تا انا راه كنرابي بحال هاد الليت انا ما بلانش بغينا شي حاجة فهمتي بغينا داك العمق داك الديب فهمتي تقدر يقيسني بنادم نقول لك هذا مقود.
تنجا وتزيد نصحك كملها وارتاح واخا غتنكاح حتى تكبر وغتنسى ولدي. اجداك تشوفني حيط قصير طلعت شي الفوق خايف طيح خايف طيب خايف طير طلعوا بغاش خرقوا لهاد الراب البارامتر ونتايا بحال داك جدي كبر وبقى في غش كون غير سيدي. الله باقي الله بدا بوز فلو يلا بدا معلم باقي صغير لان باقي يدق ويدردق باللهجه ديالنا خويا. التراك بامال ما بغيتش نقول بلا ضيعت وقتي في التراك. الدراري صيفطوا لي احتراما للناس اللي كيصيفطوا لنا التراكات في انستغرام. مي ما بلانش ما تقوليش بالله علاش وكذا ما بلانش. واي واي ام اس دوز حيد هو قال الدراري دوز حيد ماشي شي حاجه فهمتي تراك نورمال نقدر كاع نفكر واش اللوح الرياكشن لانه الدري مسكين كيصاب المينياتور والناس خدامه فهمت كنفكر واش اللوح ولا بلاش. الدراري الا تلاح هذا الرياكشن نخلي واحد القلب وباي لوف وديما اطلس اخويا ديما اطلس فهمتي حنايا من حازين الاطلس اللي بغاها هو داك اللي ما بغاهاش وما عارفين تشاو.